يقول السائل: ما رأي فضيلتكم من يقول أن الداعية على الداعية أن يبدأ في دعوته إلى الله بتوحيد الربوبية أولا، ثم يبدأ بتوحيد الإلهية؟ إن كان هذا الشخص المدعو من الملاحدة الذي لا يعترفون بالرب، فهو نعم يقرر له توحيد الربوبية، لكن هذا نادر، ما فيه أحد ينكر توحيد الربوبية، حتى المشركون الأولون يقرون بتوحيد الربوبية، لأنه مركوز في الفطرة أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يحيي ويميت إلا الله، ولا يدبر الأمور إلا الله، حتى عند المشركين يعترفون بهذا، كما هو صريح القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، يعترفون بهذا، غالب العالم كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية، والذين ينكرون توحيد الربوبية شذاذ من العالم، شذاذ قليلون من العالم. فتوحيد الربوبية هذا مركوز في الفطر، ليس بحاجة أنك تدعوهم إليه لأنهم يعترفون به، لكن تدعوهم إلى توحيد الألوهية، توحيد العبادة، هذا هو الذي حصلت الخصومة بين الرسل وبين الأمم فيه، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، وإنما ينكرون توحيد العبادة، فيعبدون غير الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يعترفون أن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، لكن يعبدون غيره، يظنون أن هذا الغير يقربهم إلى الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا رأيهم، إن هؤلاء المعبودات إنها تقرب إلى الله ويتوسلون بها إلى الله، وهذا باطل، لأن هذه الأشياء لا تعبد مع الله، ولا يجوز صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فقوله أنه يبدأ بتوحيد الربوبية هذا تحصيل حاصل، توحيد الربوبية موجود، يعترف به غالب العالم، غالب الكفار يعترفون بهذا، وإنما الكلام في توحيد الألوهية، توحيد العبادة. نعم.